طيب سريعا بقى، سريعا هنعمل دلوقتي الكيك بتاعنا النهارده، عباره عن بودره كاكاو، يفضل تبقى خام من غير سكر. عندنا مارشميلو انا جايباه بينك وابيض، عندنا كمان سكر، زيت، بيض، فانيلا، ورشه ملح، وكمان بيكنج باودر، وطبعا دقيق. خلاص طيب اول حاجه احطها هو البيض اهو، واضربه كويس جدا، واحط معاه السكر والفانيلا. نحط بقى السكر اهو، نحط حبه حبه عشان يدوب جوه البيض. بصوا هنا بقى انا حطيت الكاكاو الخام مع الدقيق، هحط دلوقتي كمان رشه الملح والبيكنج باودر اهو، لازم اقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعدين ابتدي احط معلقه مع ايه، مع البيض اللي انا خفقته مع السكر والزيت. خلاص طيب ابتدي بقى كده ايه، واحده واحده كده. طيب هبتدي بس اجيب المعلقه الم كل الحاجات دي، وهحط بالظبط 3 معالق ميه، وبقيت بس كميه الزيت، والم بقى الحاجه كده كويس قوي عشان اضمن ان الدقيق كله داب جوه العجينه بتاعتي. تمام طيب كده خلاص كيكة الشوكولاتة بقت جاهزة، فاضل اخر خطوة معانا دلوقتي، هي ان انا اجيب المارشميلو واقلبه كده كويس جواها، وبعدين ابتدي ان انا احطه في الصينية، اي صينية مخصصة للكيك عندنا، يعني انا بحب ليطمئن قلبي بس مش اكتر، ان انا بس ايه اعملها كده بس هي مش بتلزق يعني. خلاص واحط كميه الكيك اللي بالمارشميلو الجميله ده، طبعا المارشميلو ده هيسيح بقى جوه الكيك، مش قادره احكي لكم على طعمته بجد، طعم جدا. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان احنا نعمل صوص الشوكولاته بسرعه جدا للكيك اللي بالمارشميلو اللي قدامكم ده. بالظبط نص كوبايه كريمه سخنتها كويس قوي، ماشي، هحط عليها الشوكولاتة السايحة اهي المبشورة عشان اسيحها، هنحط عليها حبة السكر يسيح كده جوه الكريمة السخنة قوي عشان اول ما احط السكر يسيح. شايفين؟ الله 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 الله، الروايح واللون يجنن. هنحط بقى بودرة الكريم شانتيه، بتدي تقل كده للصوص وبتخليه دسم وحلو قوي. خلاص كل ده حبة 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 اهو، احطه على النار تاني بس يبقى، لان هو هيبتدي يبرد وانا مش عايزاه يبرد. احط حبه اللبن مع الكاكاو مع العسل الابيض، كل دي بيدي طعامه حلوه جدا جدا للصوص بتاعي. بصوا اهو، فاضل ايه بقى هنا؟ فاضل المارشميلو، هحطه كده، لازم الصوص يبقى سخن، وهنحط معاه المارشميلو عشان عقبال ما ناكله هيبتدي يمط كده بقى معانا.